عايز اقول ان انا بتكلم مع حضراتكم ان انا اتفضل مش حقيقي. من مبدأ ان انا بتنصل من المسؤولية، لا انا جزء من المسؤولية. الجزء الادبي اللي الجماهير المصرية لازم تعرفه، كان لازم اقول بعض النقاط اللي لازم الناس كانت تعرفها، لكن ده ما بيعفنيش ابدا ابدا من المسؤوليه. انا جزء من المسؤوليه، طالما كنت موجود يبقى جزء من المسؤوليه. لكن انا بحب اوضح بعض النقط يمكن اللي وصلت للناس عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق البرامج هو ده بصوره مختلفه بوضحها، لكن دوت طبعا انا جزء من المسؤوليه ما فيش شك. لكن النقط اللي بتكلم عليها دي كانت نقط فارقه بالنسبه لمستقبل المنتخب. اول حاجه احنا بنتكلم على تغيير، وفي نقطه كمان كانت مهمه جدا، موضوع اللي يمكن برضو اذانا شويه، ان انا كنت بطلب وطلبت من مستر اجيلي ان احنا نبدا معسكرنا يوم 1/6، لان يوم 6/6 دوت هيكون عندنا اسبوعين على البطوله وده غير كافي. وطلبت منه الكلام ده وقلت له مستر اجيلي ارجوك خلي نبدا المعسكر يوم 1/6، وقال لي اصل للاسف 1/6 لان في مشكله في الدوري وماتش لازم هيلعبه لغايه يوم 3 او يوم 4. فقلت له صدقني لو خبطت بايدك على الترابيزه وطلبت ان انت هتلعب تاخد يوم 1/6، صدقني مصلحه المنتخب افضل والناس كلها هتقدر ده وهتعمل لك اللي انت عايزه. لقيت في الاخر برضو ان المعسكر يوم 6. للاسف الحته ديت، خلي بالك الحته دي فرقت معانا جدا. الجزء الثاني اللي ضرنا، انا شايف ان كان عندنا مشكله، لا كان عندنا مشكله في الفتنس لعبتنا. انت شايف الفرق ما بين الفرق الافريقيه، احنا جالنا للاسف مجموعه من اللعيبه مثلا مجموعه نادي الزمالك مستهلك. للاسف الحته ديت، خلي بالك الحته دي فرقت معانا جدا. بعد الماتش يا كابتن، خمس ايام ماتش جنوب افريقيا فرقت معانا، ماتش كان فرق ماتش كنت ماتش كمان ماتش زياده. غير كده كان هتفرق معانا ان احنا كان في فرصه نجيب الاولاد اللي هو قال لك لا من الاول، لانه قال لي الوقت ايوه تاخد ماتش كمان، اخد ماتش اتفرج عليه، اتفرج بقى اشوف عبد الله جمعه اللي ما كانش مقتنع بيه، اشوف كهربا، اشوف رمضان. يبقى عندك وقت. حتى الجزء الثاني اللي ضرنا، انا شايف ان كان عندنا مشكله، لا كان عندنا مشكله في الفتنس لعبتنا. انت شايف الفرق ما بين الفرق الافريقيه، احنا جالنا للاسف مجموعه من اللعيبه مثلا مجموعه نادي الزمالك مستهلكه. احنا طلعت توب مستهلك فتنس وبالتالي، وعندك 8 لعيبه من المحترفين جايين بقالهم اجازه من يوم 15/5. بتقول ان كل الفرق برضه عندها لعيبه جايه من بطولات يا كابتن هاني وحاجات كده؟ لا مش بطولات عشوائيه يا استاذ عصام. ما هو ازاي فتره الاعداد بتاعتهم كانت شغاله؟ انت لما يجي لك، تقصد احنا حاله خاصه يعني؟ طب احنا انت لما يجي لك، اما يجي لك مجموعه كلها جايه في ليفل 3 هتقدر تعديهم كلهم مع بعض ليفل 5، لكن واحد جاي لك في ليفل 5 واحد جاي لك في ليفل 1، فانت دي نقدر نقول يا كابتن بشكل الاعداد كان سيء. اكيد انا بقول الاعداد كان لازم يكون بدري عن كده، واحنا نوهنا عليه، انا نوهت عليه بصفتي الشخصيه، وكان بيأيدني في الكلام ده تيتو المساعد الثاني بتاع تيتو، قال لي اكيد احسن لازم نبدا يوم 1.